لا يوجد شيء يستطيع أن يعبر عن التقاليد الدينية مثل الاحتفالات الدينية، وخاصة في المجتمعات المسلمة. تقام في زاهدان كل عام احتفالات تستمر من الصباح حتى المساء. يأتي عشرات الآلاف من أهل السنة إلى مسجد مكي. تسمى هذه الاحتفالات بختم بخارى. الأمر الجدير بالملاحظة هو أن هذه الاحتفالات تعود إلى 10 سنوات بعد الثورة الإسلامية، ولذلك فإن كلا من علماء الشيعة والسنة يشاركون في هذه الاحتفالات. توسط مزدوران عجیب شده خود به محبوبترین و مقدسترین اصول مشترک ما یعنی قرآن و نبی مکرم اسلام اهانت و بی‌حرمتی کند و توسط شبکه های عجیب شده به صحابه پاک پیامبر و زوجات مطهرات اون حضرت که امهات مؤمنین هستند توهین و جسارت می کند. في هذه الاحتفالات تقام مراسم تعميم طلاب العلوم الدينية، وذلك بعد قراءة القرآن والخطبة والاحتفالات الدينية. مولوي شمس الدين كاشاني فرزند مرحوم مولوي محمد هاشم. على الرغم من طول هذه المراسم فإنها تشتمل على عادات جديدة تخص أهل سنة هذه المنطقة.